بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيال داوديال ومركله يا برنامجكي قرنقسي برنامجك قرنقسي تضبات كان وحا مرتين نوغو محمد عمر طلحة او ابوان عالم حق اللغه العربيه اي الصوماليه عالم دينته iyo waxaan iraahdaa siyaasi kamida baarlamaanka Soomaaliya isla markaasna xubin uga sii ah baarlamaanka Carabta baarlamaanka Soomaaliya Ustaad Umar Maxamed Umar Talha dadku inta badan way yaqaanaan laakiin waxaan ogeyn maraxishu soo maray iyo waxyaabo badan oo uu xambaarsan yahay oo aan jeclaan lahaa inuu maanta نلا وذاقو أستاذ عمر طلحة محمد عمر طلحة سودو أستاذ يوسف ودو هاي وأنا كارم هاد حلينا يا مانتا شبل تي في عمر كيو الرئيسية عن أرتي أول نقطة برنامج كا إيو مواضيع ذاك ردوان رنتي برد رنتي أمك تلمامي كارو تحسنا أي ثقافة هذا الأفتر كذا أدوك الدولة يعني أوجا هاي روتي إنان إسكودوني ما أرتك سعرنا هدينا حاسي ثقافة عربية على هاي ما شاء الله أبو فرح سنة هاي إنان ما أرتي أنا ولا درد شيءنو شرف إنوتا لأن ما أنت إنان فرصة أهلنا إنان إسلا الله فجرنا لأن عيو أن ولي ده اللي جرجن إيه قرصنا إن بدن ما أوجا محمد عمر طلحة in uu yahay qoraa oo waliba af carabi wax ku qoro buugaagna hore ugu qoray waxa hortayda yaala al adab wal masrahiyya fi somal wa dawruhuma fi nashr al lugha al arabiyya buug ah oo qoraaguna uu yahay maxamed umar talha waxa la qoray buugaas muddo haatan laga joogo in ka badan 30 sano ka hor taqriban sanadkee la qoray كون سغال بقول سيدتن يا سغالكي وابوغي محمد عمر طلحة او ماجستير كو قاتاي او سودان مركو واخ كو برناي او قري معنيس وحا وي سوغانتا iyo روايدها الصومالية iyo كالنتا اي كا قاتان فافنتا لوقدا عربي marka adoo soo koobaysid ustaad Talha bal buugan iyo qisadiisa iyo sidoo ku yimid inoo bidhaami wax yar ustaad Yuusuf aan maasan tahay buugani qoristiisa ma ahayn mid si sahal ah doorashadiisa mawduucaas aan ku qaatay بل وحو أها ميد درين كيغا كترجمة يي عاطفة أهانا حلقاس حلقاس يوليبا انت عن جامعة دا عندقانا يكولية دا لغة دا أفرت السنو وعن لغة دا عربي غانا كو إيه هاي تنلبان لغة دا إنجليش انت بمر وليبا مواضيع دا عندنا يو إنان علمي بارس كو سميو أيا وحي إيه هاي إنان Soomaaliya afkeenii hodanka ahaa dhaqankeenii maguraanka ahaa caadooyinka iyo dadka Soomaaliyeed ee ilbaxnimadoodii iyo yani ka turjumaya noloshoodii yani bii'adaha kala duwan arintaas ayaa jecleed marka inaad carabta u sheegtid inaan u sheegay ayaa kugu soo dhacday igu soo dhacday marka sababtaas aad u dooratay buugga taasi si aan markaasi mar hadii aan wixii aan baranayay intaan ku jiray waxbarasho mar waliba marka loo kaco ama literature-ka ama masraxiyaadka iyo yani cilmiga afeedka iyo adabki ama suugaanti waxaan wax ku qaadanay wax lay barayay dhan kulli waxay ahaayeen wax dad kale ee dhaqamadooda caadooyinkooda suugaantooda maahmaahyahooda yani sida ayaga ay mujtamacyadooda maarata caqliyadooda sida ay
يعني أبورستو بني آدم ما كسكو يعني سيدا أي أفكر يعني ده كاس مركا مرها دي أني عن أدب الجاهلية و أنكو قادنا أي ما أعرفي رسالة دي اللي بكالاريوس لغة عربية مركا دي جنسي جامعة دي ومدة كلية دي دراسات الإسلامية قسم اللغة العربية مركا دي جنسي أي كوكو صعد عدو قرانتي مركي أنا دانا إيه لغة دي لبادن إنجليش كهدا شكسبير إيو والسوين يا ما كانت أشينو أشاب وحاسي هذانا مركي هذانا أني أنقادنا أي و يعني مركي حضارة لقى هذلا يو فرا إنني يا هل كاسي فكرة دك هذا صار ده كدي محادعة كدي واحد دعي علم بارس تيدي بلوجي يقول ري ما هذا كجاده وح يقول يرجلي بحثي يقول ري وأن يروس كقري بروفيسور كي هذا وانولي هاي يسمى حمسيات وكلية اللغة ده سجل معلم إياها ويري هل كان كسيود مركي سوماليا هنا يتهاي أمد قديم أو عن بيرشيان كي يو ما أرتي فروس كلو يقين حلق أس أو هذا إيران لو يقانو وضدك الدنيا ده مركا لقاها اللايو عصورت ضدك اللي يلا البحني ماذا ضدك يقوه الرية يلا سوقات نيروس كو حوي ودبشتك دبشتك أنا أقول لي دوا سوقار دبشتك إيرانتي إنتان شدنا إنا كبود بودي جي لكن ميلو كي مدي وحوي هاي أبسلوت ما أنا نقول هادي هاي ضد بضانا إلى يهدى أن أد ولا سعن دبشتك إيو عاداس محد نوغي شيء كرتا إيدا نفتي إذا ما داما عاد بارتان كو سميسي نيروس كهورتا وحو كو أبو رمي قاب ديني ننكي لأورنجي ري زراديشتي و نبي نمد الشيكتي قبل الإسلام إسلام ككهر وده شيء بيرشي أما إيران أما فرس أي وحو ما أرتي أهانين كف كريب الأدون كان إنه قال عدة قدم بيسو لبعت هذا يو عدة ما أرتي خير ك ما أرتي أي هذا قدم بيسا ومعنى شرعي خير وحو اعتقادي إن الدنيا ذا أي بجرت الله إله إله شرطة يو إلهها خيرك إلهي شرطة يو إلهي خيرك إنه جرنا وحو كو أغادي وخلاوي بورو ساسا اللي رادو أيا انتو تغي بلدن سوميش او معرتي او جري أيا وحو أركي غوري قراح دو سير دعيسو حيوانكي داتكي نوليو لن او أيا لسيو دا أرد دايو او لغو ويانا يو قراح دي مانا دي دعدي معرتي مقدقة سوغيلي ninkii meesha wuxuu ka dareemay in iftiinkana uu yahay wax nolosha bani aadamka ee dhan ee khayrka xaqiisa socda inuu asal u yahay mugdigana waa tan laga wada cararayo dadkii oo dhan ka xaroonayaan macal bani aadankii iyo xoolihii iyo iskuula jir macal duur joogti badi inay noqdeen maartay iyagana ilaaha gaara oo iyagana dhinacaasi mugdigaasi oo awooddaasi asagana ka dambeeyay inuu jiro saasuu istifsii saasuu istifsii markaasuu labada ilaah ee markaa uu iktishaafay ayaa midna kii khayrka ayaa wuxuu ahaa buu yiri ahura mazda kii shartana wuxuu noqday ahariman marka kan marka khayrka si loo xoojiyo oo ilaaha marka loo baahan yahay in la caabudo mudan kan kale ee baadilka ku socda ee dulmiga iyo halaaga iyo waxyaabaha dhibaatada sharta isagana maartay kaabaha ah isagana sidii loola dirari lahaa ayaa waxay istustay caqliyadiisii dadkiina markaa uu u sheegay inuu mudan yahay ahura mazda in la caabudo markaa dabkaan calaamad uga dhigay dabkaan iyo iftiinka ma gartay maray waa aragtay qur-aanka waa lagu sheegay حتى مر إيرادن حلي نبي إبراهيم عليه السلام عليه السلام يعني إنا عابدان أي ربين بشا إيران بشا وإلا عيسى بعثي مرك هذا نمر كي بشي قال لا أحب الآفلين آفلين واحد عاي ما أنت ما عابد كلا أولي حتى أنا وحي قاتنا دنا قر راح دي قر راح دي هذا نوا حواي ولا بي تون ساعة كده بدر وإلا عيسى هذا نسيدي مرك أيوة واحد دعين أود ملك هذا واحد بابي اللي رأيتنا أي بابي إن كران ووحي ردبك هل كاسا دبشتك كيف؟ هل كاسا دبكي لغا مركاسو أسبوع كستو دبكي با لو عيارا يي لعابو دا يي سيدي مركاسي
وحي أسرع لويدي مركا وعادة فرس أما بيرشي كسو جيدا ماركتي أن وحدان يدك وصلا إسنين وإسلام كان كسو هر جيدا سارت بيسو بدشي مركا دام إلا عبد ما داما أسبوع سنتك وحلوه مركا سليسيي مر على الله مركا أي أي سنتك أي أي وصو قالو إن أي مركا أود بلدغان أهور مازدنا بحسو سيداسي مركا أهور مازد أور نقضو إلهي خيرك oo wax waliba xoolo loo bixinayay halkaasna laakiin maxaa ka dhalatay falsafad ah inuu yahaybo habtirsi oo ayaga sanadeed oo ayaga ku sajilan noloshooda oo dhanba ayaga marka la gaaro sanad ka martay anaga halka guga aan ka tirsano oo hadda 1954 kun iyo waxa uu dhashay daan iyo anaga waxaan hadda anaga sabarnay sanad arbacaad iyo sanad aadaad iyo waxaan qabnaa ayaan qabnaa Soomaalida marka ayada sanad arbacaad ka sadad ma qashid waa habeenkii dabka la shiray arbacada haddaad ma qashid sanad talaadada dabkii baa waxa la shiray talaada haddaad ma qashid marka abaarihii iyo dhacdooyinkii iyo wixii oo dhan ayaa waxay u noqotay martay Nairuuskii Soomaalida ummadii qadiimka ah ee soo galay Nairuuska caadadan sanadkee Soomaaliya timid Soomaalida Nairuuska waxay ayaga ka soo gashay dhinaca Beershey waati annaga ee xamar la yiraahdo Iraniyiin baa xukuma jiray oo xiriir baa naga dhexeyay ganacsi siyaasadeed ba Muqdisho maqcad shah in la yiraahdo ayay maartay ay tilmaamayaan taariikhda qaar shahna waa meesha boqorka waa af Iran oo ta kursiga boqortooyada ayaa Muqdisho u yeelay degmooyin oo waxa jira oo hadda xamar ku yaalo oo sida maartay Shingani oo kale ee xurufaha shaashada ku badan oo kale iyo gandarshe iyo magartiya waxa soo dhan waxa la yiraahdaa waxay ka soo wada jeedaan Iran dhaqankaas Beershiyanka Beershiyanka waa ka gudubna kaas markaa xamar weynana waa laga ciyaaraa badgal iyo waxa marka yaanan ku hal dhaafin Nairobi sor sidiisa waa kalimad Iraani ah ni or rosa waa new day waa maalin cusub rosa waa maalin ni ona waa new waa maalin cusub marka anaga maalinta marka dabshidka sanad ba marka ayaa bilaabanayo marka aad fiirisidna 12ka bilood ee sanadka lagu maartay xisaabaya dabshidka iyo kan miilaadiyada Yusuf oo isku mid 12 bilood oo lagu dhuftay 3600 Soomaa ha waa saas shan maalmood soo lagu ma daro oo Libyaar kale oo ayada maalin dheeraad marka lagu daro 365 noqonayo oo shanta maalmoodna Israa'iil saacadaha ay ka soo dhexbaxaan ayagana waxay qabaan 366 marka aad fiirisid odayaasheenii hore shan maalmood ay ku darayaan shanta maalmood waxay leeyihiin shanta Meheraan ama shanta Rubla ama shanta Sheikh Barale hal maalin bay ku daraan Yombas bay yiraahdaan lama xisaabo waxaad leedahay yacni sida isku sar go'an yihiin yacni marka ummadda aan lahayn oo laga tagay waayo marka diinta markay jirtay waxaana u sababa islaamka ayaa maaragtay noo bedelay ninkan ilaaha sharta ahurama ahariman inay Soomaalida haddana xilliga ee la caabudayay iyadana dhinaceeda kaga jirtayna ciyaartii loo ciyaari jiray ciyaar ka mid ah ayaa ciyaarihii Soomaalida laga helay waxaa ka mid ah ahari maahi hees la yiraahdo ciyaarta yiraahdo ahari maahi hanaba hanaba nimanela ni mahabuni ayadoo dhan waa artay waa baasha macal jirko dhan ayaa la wada ruxayaayo dagaal iyo yacni isaga taageerada loo muujinayo ilaahas oo isaga ahariman aha ayay Soomaalida ayay ciyaartaasi ayaa waxay ma jirtaa way jirtaa meelaha waxaa laga yaal galbeedka Soomaaliya laga ciyaaro xaggana waa laga yaqaanaa dabshidkaas kolley cilmi baaris markaan sameynayay haddee waxyaabaad ogaatay ka mid ahayd markaa dabshidkii yacni hadday duqaydii dhamaato dabshidkii iyo saasiya ee gabay dheerbaaba jiraba oo aan soo qaatay oo odayaashii maafay buugga ku jira marka Nairobi Soomaalida wuxuu ka turjumayaa ummad qadiimi xiriirkii oo hore Iran ama Beershi iyo Soomaalida ka dhexeeyay ka tarjumaysa calaamadu tahay magool iyo Allah oo naxariistay hadee Maxamed Sulaymaan labadoodana ayagana dhinacooday naga siiyeen waa ogtahay heesta Nairobi waa nagii adduunyada yacni waxa waaye buxtari ninkii la oran jiray ee ataqiinay ee shacabka watuleya asiga waqad nabaha Nairobi fi ghazaq dujja awaila wardin kunna bil amsi nawama markuu Nairobi la gaar waa marka dhulka roobka da'ay ee wixii dhintay dhan soo wada noolaanayaan marka kana maxuu leeyahay
نيروس كوا نجي الدنيا كان وقد نبه نيروس في غزة في توجة أو إلى أردن كنا بالأمس نوما إسكيني يا لوز إسكيني يا لوز عقلية دي حتى هل كاسات كعم بقاعد مركا وحد وشو جوكت وحياة بكل جنسين إن كاس الأرض جاهد وجامعة أنت هذا اللي كان مرير ريا كتم قال ده دي أنا سلطة كني هذا كم وقتي شخص مرا العادو إن كان يو شرب كي يجي أنا الدنيا دي دماشات خودي قبل وسنة عادو إن كي يجي أنا أتك ما أعتقد إني مرير ريا ها يدي كان كاس يو دار سلام يو مبارك يو أولي كل يو أفكو يو شبه الله حي يو رقم بدن عجائب له استنكي يو كل كجرا عنكو هل كاسد كو عوابتي أو كبر بارتي كد من الدكسي سراتك تي حاد كحسوستها ومرحلة دا صورنا أو كاقو إيواي ودنا لو داي كرتا والله يوسف هو سي عن أمي لحسنو أرضي نمادو ووحد غالي وح ده كاد وحلا برينجرتي معلنك وحكم برينجري لما أن مركا أي مسك هذا يمشى ده وحكم برتي مركا أنت هسيكو كل ما وحبات يعني رنتي خصوصاً يساو عجيبة هذا أنا ولي بمركا ذلك أنجوني عادي بان مر مركا قال نورش ده كا ما أرت يعني كم دهينا لكن مركا هذا أنا دي بده إن لا أديو قرب مركا دي بده إيمان إن أنت هذا الوجود بيل أنت هالكاس أنت دي بده العادين بس تيجان كاس أرضي النمادي نرشي حكى جو ويا نلو ذاكرته وحقيقة جو ويا رنتي سبحان النمادي مركا الله ونحرق يستوى مع أنت يعني لما ذي والد أبيه بعد أنت هوي ذي وينوش هاي الحمد لله سواحد يمرك اللي سواء ببحي قراءة اللي سي وصفي على اللي سواء جاي قريو ما قال لنا عم حكو سواء برتيس دوكسي هو سيديحي ولا وين اي اهيد وحان قاد ما عرقتي من ولي مسكحة دي دوكو سواء دعا دعاء الصباح مركينا اللي يلا هدو ارضي دي هلا قادو هلا قادو انت انا فصل كالقلين وهيسها قار ودنيا دحم بارسن نلقو أبابينا يي وسيدة عالان سوبانو سمدو ويكو مالنتي لسوري سانو بيغينيو سمنكو غارنيو سعودي باتي وعينينو سركعنا سلام لور تقنا مركي لساري وساغبتنا وساغبتنا سيدينا ونحي صومالي ودجرنا صومالي ودجرنا هستاسكا قوي ويسي طبعا علنكا وصبح دي وحي تقول وذا كهر قول وذا كهر يا هتاس يا هلا مدك وحكتين ده سكندري جي أنو شقينا يو ما حد يحكى قادو تدوي تمنجر كي بلي دوغلي وأنا نصيب ويا شيء إن أنا كحماشو كروكي ديارة ده دوغلي ديارة ده ملتري بدن عياري جري وحن مرنا أن إلا بين أبال رج إجشتي وأي مانتا واحد انتي وحنول بأي كجيران إبراهيم شيخ علي حافون ورنتي مركاسي كابتنها إمرح كاها إبراهيم جاب كم قاعد يرمنا وزير الدولة النقضي ومرنا أني جو قدامي كحجين بعلم النقضي إسجن حل معن عمر حاش آدم الله ونحرس تير الله ضار ونك بلد وين إيجي أنا أقول لك أراك إسجن وأها وإيه قال الله ضار يري وحبر شرط الله حدي ستاندر أيد أدوها دمارية أدوري كهمني يصير إن تسي وده تدو حبر شرط هذا وحنق عنك وسيرنا إن إذا خلق جوين وحبر شرط هذا أنا ولو شغل هذا حي محيها شقده هيس وحان ها ها مارتي كلارك مارتي ولي هو تايم كيبر يا مركزي شقده ماشي لقبنا تدقو مع هين وحبر من انت منك جونات بوكو شقين يا كار بالو قر يا سعدي هيس اي مال ما يا ما مركا تيف كي ادو غراعي جرتي مركا وحان قري جني مركا انغا ساعدها اي مال ما اي فصحيدا ايا مركا انا ان ديارين يا قيبت حساباتك لو قدبين جير ايا مشاركه logo sameen jir marka anaga ayaa ahayn qolada dhinaca xafiiska maamulka lacagta u qaabilsan
marka Cumar Xaashi waa madaxnu ah Allaah u naxariista maamulka lacagta nin kale oo odayaasa Maxamed Xaaji Liis iyo geeriyooday Ibrahimna madax buu ahaa nin kale dayax la yiraahdana madax buu ka sii ahaa laakiin hadoo yar oo dugsi dhexe dhiganaysid oo haddana shaqaysanaysid ayaad iloobi weysid iloobi waay markaan dhammeeyay waxbarashadaydana haddana waxaan helay chance waxbarasho oo dugsi sare in aan dhigto oo markaa Chris Bamley School baan ku dhiganayay xamar baa balidoogla layga soo bedelay 80-yadii horaanteedii ayaan xamar soo galay anoo secondary schoolna sii dhiganayo imtixaankii baan 15 May ku galay secondary school waan gudbay hoggaankii dhismaha xoogga ayaa markaasi aan hoostagaynay ayagoo markaa maslax maxamed siyaad bare uu ka yahay madax hoggaanka iyo nin kale janan ahaa isaga reer waqooyi ahaa waa gartay marka halkaas aaday fursad haddana markaas haddana anoo meesha sii marayo ayaan haddana waxbarashadeedii ku sii hamiyay haddana inaan sii wato oo aan jaamacad sii dhigto u kaadi marka aad fanaanka noqonaysid oo masraxa aad imaanaysid waa goorma fanka horta waxaan ku soo tababartay walloweyn dugsi dhexe ahaa naxariis jan allah siiye cali diri cali gaab ayuu ahaa ninka heesihiisana aan ku soo baxay laakiin ka hor kacaankii marka uu yimid xaafadihii iyo ardaydii waxaa aad maartay loo bilaabay in yacni dhinaca heesihii heesaa hirgalay iyo heesihii kacaankii iyo xaafadihii tartankoodii iyo haddana iskuulkii oo laftirkiisa xafladaha marka la xirayo riwaayad lagu xirayay oo waxbarashada marka meeshaasi waxaan ka noqday dadka heesi kara la ysdhihi karo oo anigoo fanka iskaba jecla sidayda markii hore laakiin hobigaygaas gurigiisa ma uuna ii dhaafin ayaa waxaan bilaabay in habeenada ka mid a iyadoonba layga filay ayaa masraxii nin saaxiibkayga ahaa oo heesaa lagu ogaa ee habeenkii habla xoogaa yarana foorforjiyay yihaahdeen war kuwan hees waxba kama yaqaanaan magaalada walloweynaa la yihaahday nin Faarax Maxamuud Suleymaan la oran jiray oo reer maaratay laascaano ama buhood lahaa ayaa inantiisii oo aan iskuul ahayn iyo kuwa kale ee xaflada laga soo qayb galay iyo meesha ayaa hablihii hortooda ninkii nagu banjaray ee saaxiibkay yir anaa heesaya cawa markaas resoota aan awalba idan niri waxba ma aartay dadkan miyaa hees laga sugayaa markaas aan furtay taag yani cid iga sugaysaba laakiin kubadda lagu yiqiin waxaan caawa anaa ku dhufanay ninkan idinku facmaha fanaaniinta waaweyn iyo meelo ay joogaan iyo ayuu ka tuurtaa maahan idinkaasi hablihiinan yaryarka iyo dhalinyaradiinan uma soo istaagay anaa meesha isku biyameeyey heestii salaad derbi ayaaelbuur oo hadda markaasi loo jecel yahay iyadana balidoogle cali diri unba alifay ayadii heestaydan shankaroon hadda aan ku caanbaxay iyo hees kaloo barani la yidhaahdo iyo heese kaloo isaga qaadi jiray iyo riwaayada markaa uu sameeyey if iyo aakhiro iyo dhan baad meesha ka qaaday maya mid dan baan aniga tijaabada horta marka u horeysa aan meesha aan ceelbuur kaga maaratay boorka kaga jafay haddee meesha habeenkii waxaa la filan waayey ninka dalxa ahaa waayo codkani marka magaalada ayaa mikrofoonada waxay ugu jireen xaafad kacaankii hadda waa ogtahay isaga hanuuninta wuu ku fiicnaayo dadka dhigaha loogu shubay markaas yaa la qaaday waay war ninkani war waa sida caadi maaha waa halkaasaan dhiirigelin ka bilaabay maxaa kugu xigay marka waxaa igu xigay hadda markaan kasoo baxay kubadda horta waxa waaye inaan ka meel gaaro waan jeclaa kooxdii interbertual baan u saftay hadda raggaasi george iyo wasiirkaynan hadda gargaarka xamse ayaan isku tiim ahayn oo kooxdii dekedaha ayaan u ciyaaray laakiin nasiib wanaag way isuuroobi weyd inaan sii wado ciyaarihii ardayda oo aan marka kusoo ciyaaray iyo qoryooli iyo meelaha ayaa waxay ugu soo gaartay xoogaa yar adii fankiyaa kaaga xoog batay fankiya markaasi soo jiitay ciyaaraha laftirkooda wuxuu ahaa Ibrahim Jeebe kabtanka maaratay hadda markii dambe cornel ahaa ee igu dambeysay oo nin xagga injineer xagga dhismahan aad ugu wanaagsanaa ayaa kubadda wada ciyaari jirnay laftirkiisa isagaa tiimka dhisay haddana bas baan qaadan jirnay oo ruush ka maartay markaasi shankaroon siday ku timid shankaroon heesihii cali diri cali gaab ee isaga ee utri bay ka mid ahayd calina isagaa hadde annaga inteenii heesaha markaasi bilowga ahayd ee allaa u naxariista dhalinyaro fara badan oo qaarkood hadda ee inta aan ka xusuusto
intii geeriyootay iigu qiimo badnaa nin saaxiibkayga heesa ahaa xuseen nuur la dhihi jiray maaratay ayaa heesihii dhalinyaradii maaratay markaasi magaalada kasoo shaacbaxday dhinaca fanka ayaa heesaha hirgalay buu noo qabtay heesihii hirgalay baa hagee joogtaan markaas walweynaan joognaa haddee balidoogle waxay ahayd meel iyada ciidamadii commandoska ee darab la oran jiray xarun u ahayd iyo tii ciidanka cirka iyo tii maxaa la jiray difaaca cirka waxaa kasoo baxay fanaaniin ciyaariye tooyo kubadda cagta ee kuwa laliska dabaasha wax weliba maarata waxay ahayd balidoogle meel magaalada maaratay iyada shiday waa la sugayay ciidanka intay ka imaanayaan afartii iyo ilaamarka wuxuu idiin qabtay heesaha hirgalay tartankii heesaha hirgalay hees marka nin hadda jeneraal ah cabdirasaq jaamac muuse la yihahda hees oo maxamed nuur shareeco loogu jawaabayo hodan maaha dhagaray oo aniga uu isaga tiriyey heesaha hirgalay kaga qayb galay iyadii shankaro makaalin koowaad ku galay ayaa hees uu isaga marka isku xaafad baan ahayn xaafadaha xataa waa la tartansiinay heestaasaan iyadana habeenkaa ayaan waxaan ka qaaday masraxiga la weyn oo ma aragtay oo wadani ahayd oo shanta soomaali ka hadlaysay xalay baan hurdaan laday hawdaan aqiiniya dhul hanaan wacnaan jiray idhex geysay hawadu haradii degeed baan ishareero taago hundi iyo bulaalan hadba dhinac u maraya adiga heesta markay socoto anigoo meelaha marayo ayaa marka heestii markaasi iyo wixii iyada markaa ay ku saabsanayd oo soomaalidii markaasi oo shanta ahayd jabuuti mar aan ka hadlayo iyada marka xorma ahayd jabuuti oo marna t n f d marna wixii oo dhan adiga hees hadda ee runtii badi maraheeda iga baxsadeen bay ahayd oo kaalinta koodaan ku galay mid kala markaasi haddana iyadana jirtay oo dhudub iyo gallaadii oo dheer dhabanadeedii dhinacyada hawaas inta awr dhigaysan oo geela lagu dhaqaayo arigana ka dhanacayo dhalinyaray ma dhowrteen ama xaalada dhulkeeniyo dadkeenba dhacayso ma gartay iyo maaragtay maxay ahayd sidoo kale mid iyadana sidaasoo kale walba sawaaxili u dhaansado maaragtay oo iyadana ay leeyahay waxaasoo dhan waxay heesihii wadaniga ahaa oo markaa lagu galaayay tartanka ay kamid ahayeen kaalinta koowaad baan ka geli jiray cali marka ha marka cali markii dambe jabuuti markay xorowday allah u naxariistay wuu naga soo tagay isagoo kabtan ah ciidankii dowladda ay ku caawintay jabuuti oo soo baxay buu kamid ayuu ka noqday heestiisiio marka oo aan aada u jeclaa shankaroon oo runtii aada magaaladan looga xafidsanaa nin laylon la yidhahda ayaa dhowr jeer qaadqaaday asina geeriyooday oo militariga ka tirsanaa heestaasi aan anoo xafidsan fanaankiina aanan joogin ayaa isagoo aanan ruqsa ka qabin laakiin heestii dadka la rabo inay isku maartay ama isku sharfaanba anaa alifay xataa qaar dhahayo ana aan garanay inuu cali uu leeyahay ayaa waxaan ku dhiiraday inaan heesaha hirgalay oga soo qayb galo asiga ha iyada iyo hees kale uu qarab qarab jacayl la yihahdo isaga uu lahaa qarab jacayl kaalinta labaad baan ku galay tan kale laakiin shankaroon iyo barnibo maaratay kaalinta koowaadaan ku galay marka waa sanadkee markaas waa 1980 bay ahayd xamar baa timid xamar baan imid markaasgalalaqabtay aha markaas 82 jaamacaddan dhiganay semester semesterka labaad baan ahaa oo kuliyadda luqadaha oo markaa qoladan reer maaratay hogaanka dhismaha xooga ee damaayo ee la oran jirayna iyagana fursad ay isiiyeen maslax iyo maaratay ninkii kale janankii asigana ee ruqayga ahaa inaan jaamacaddeydin aan sii wato aan sii shaqeeyo iyo nin kaloo sarkaala isagana ee dhintay marka waa tur meeshii baad heesaha hirgalay tagtay heesihii hirgalay bilaabay oo horta habeenkii dib u noqon habeenkii garow jacayl aan qaaday waxaa waan ciishooday heestun hees mareheedana ma laba habeen isku xigtay ahaayeen maya toddobaadkiiba marbaa la gelay adiga bishan haddaadan gelin hal bil bishan haddaad gasho bil kalead sugaysay adiga labadii biloodba mar waa lagu ogolaa imtixaana waad gelaysaaad ku bilowda marka qarow jacaylaan ku bilaabay hees kalena waa iga sii horeysay oo nin macalinkaygii ahaa oo isagana maxamuud dugsiya la yihahdo oo ererugoy ahaa oo noo maaratay intermediatekeeni macalin noo ahaa hees u curiyey oo heesaha xafladda iskuolka loogu talagalay miyay kula haboon tahay meel dheer adoon jirin inaan mihalnaaba inaad u qurux badnayd mirta dhexe habeenkii murugada iyo ciilka musanooga qaylada naftu muhashadaaday meel la joogi weyd masiibadan i hayso hadday adig ku maagto manfaacada diido midabkaaga doorsamo
marna kugu ma dhaafeen maya kuba iraahdeen emi kula haboontahay meel leer adoon jirinna mi hadnaaba heesihii laakiin cabdalla nuuriddiin baa wuxuu ahaa xiriiryaha heesta maalinta aniga aan ee kusoo galay hirgalay ee qarow jacayl may qaadashahay qorma laga hayaamiyo qooqaan may gu riday qoraageed may la koray libaax qaday habeenadan qolkiisii ma ugu tegay qacindhahan ku siiya qosol gariir maygu dhacay dhulkuna ma iqaadi waa habeenka qabowgiyo qoraxdan ka dhuuman uqamiyo digleen waa qamuun iyo xuma anqarsanayay intaan qoray adduunka hadba qayb u kala dhigay qabyamaan isdiido quruxdiiyo aqoonta ilaahay qaadir ruux quraamasiiya wuu qaybiyaa qowlbaxay la moodayay qurayshtii haweenka ay naftan kugu qarweysa miyay kaa qarsoon tahay habeenkii waxaan ogahay qoladii horay fadhiday markaasi kuwa u badnaa marka rugayga aad bay fanka iskaga jecelyiin adigu ogtahay iyagaa ka buuxay markaan soo baxayay oo ninka layga siiyeen cali idriis wiil layidhahdo ah kaalinta koowaad galay cali habeenkii wuxuu soo labistay dharka uniformka oo iskuulka oo ardayda dugsiga sare markaas ardaydii dhan baa u cabinaya cali kaalinta koowaad isagaa galay raggii laakiin waxay yidhahdeen waryaayaay aaro waxaani marti garan maayaan innaga adaanu ku siinay yeelkadood iskaba daa marka laakiin markii shankaroon ay gaartay soo maahayn saaxiibkayga cabdalla nuuriddiin allah u naxariista waxaan iskula jirnay kuusoo kurtumaari iyo rag fara badan waxaan kuu sheegayaa nidhi cabdalla cawada aniga maxamed cumar dalxa le keliya inaad tiraahdid ma noqonaysaa nidhi arday jaamacadda ummadda dhigta kuliyadda luqadaha semesterka labaadan ahaa nidhi intaasaad ku daraysa ardaynimadii ku dar difaacan ka gelaya ay ku dhacday ma taqaana micnuhu allah u naxariistay saaxiibkeeni teer allah u naxariistay oo kuliya saxaafi dhiganay iyo daanduray ayaa makhaayad ku tiilay meeshaan hadda baarlamaankii hore agtiisa koogaar la oran jiray ayaa iyagoo labadooda ka qadaynaya ayaa anigoo boorsadeedii yareeda halkaa jaamacadda ka imid iigu jirto ayaan soo galay teer ayar kaali dalxa xali waa dadaashi kaalinta labaadaad gashay daanduray si fiican ima yaqaan mugta markaaso dalxa miyaad garanaysa wuxuu ku leeyahay teer markaaso dalxa waxaanu garaya dalxa jaamacaddan odaigana ana saxaafadaasan luqadu markaasuu yiri daanduray unah ma dalxa jaamacadda dhigto maxaa dhacayaa daanduray dalxa ma jaamacadda maxaa u diiday inuu dhigto maya si kala iga fahmin habeenkii dembi baan kaa galnay maxaa dhacay annaga kaalinta koowaad waxaan ku bixinay ardayda waxbarashada maaragtay inaan ku dhiirigelino fanka uu noqdo mid markaa dhinaca aqoonta xaggeeda maaratay in lagu soo dhaweeyo marka arrintii aad ogaatay saa darteed maxaa tiray inaa ardahay secondaryba maxuu igaga qaadaano jaamiciga mid kale intuu soo safto safkii waad soo gashay marka kuusoo igu soo xigay aniga toddobaata meeye iyo waxa la jira markaan maraya markii dambe isagana wuxuu maray 45 masriyaa timid marka masriyi baan imid habeenkii waa la biisay anoo garbaha iyo gacmaha lay sido ayaa boondheer laygayay xaafadayda xaafada dalxa aaway ka dhacday marka magaaladii dhanba meesha soo gashay waad ku dhufatay maxaa tiri shaxda geenya joogta kaima biyaha shubeeniyo ku shakaalan dooxo weli aan shiraba gelin oo shila uga qoortiyo shakaal qabadka feeraha mid abshaadir madowiyo shaash lagu hareeyay ama shaaca dunidiyo adceed dooshin joogtaad sharafteeda leeda shankaroon haweenkaay shib waxaan idhaahdaba marayaan kugu shukriyaya shirkaan kaa amaanaa sheedaan kaa tilmaamaa markii aan isla showro sheekaysto kaligay waa 15 jir sheekha waxaani dhalay sharta laga daboolo laga naari shaydaan shaxda geela daaqushooda lagu dareershaay meel uu roofinshada dhigay dhex shibaaxinayo oo shalow barfaystoon midab shirinladeedii casarkii shirbayso aar shabeelinayso oo shucubka kuruskiyo shushub garaara leedaad sharafteeda leeda
شكل قبائل كثيرها مذب شاذر مدوي شاش لبوها ريي وما شاحت نديو قد عدو شنجوك تاد شارفتي ذليبي وما شاحت نديو قد عدو شنجوك تاد شارفتي ذليبي شان كرونا وين كايش بوحاني راسبا مريان كبر شغري ايا شان كرونا وين كايش بوحاني راسبا مريان كبر شغري ايا شركان كامانا شيطان كاتل ماما شركان كامانا شيطان كاتل ماما مركياني سلا شوري شكي استوكلي غيري واشانيو تبنجر شيخ وعاني دلاي واشانيو تبنجر شيخ وعاني دلاي شرط لغا تبولو لغنى اي شيطان شحلاقي لداقو شغدا لغو تارير شو هلو روب شنشدات بغي بحشي باحيناي شحلاقي لداقو شغدا لغو تارير شو هلو روب شنشدات بغي بحشي باحيناي وشلاو برفايسو ميديب شيرين لذيذيو عاسار كيشير بايسو عرشابيلين ايسي سلام شنكارون هورين كان شب وحاني لهذا ومريا كوبو شكريا يا استاذ كارنتي كوات الكاسبا ليربيس الله قارسي عمر كورنتو ايا قبطي عدك من الاوي هذا مركي اذا عادها اي باشا صوغة شيء halka allah ya khan marka fanki sidaas halkaas aad ka baqaan kadib waxa sameeyay heesa badan somahan heesa badan ma qaaday inkasta aad iga waranta marka taas hadii aan ka gudubno markii kugu horeysa dalka ka dhoofta adoo waligaa diyaarad raacin oo suudaan baad aadi wax barasho intaad buugan qoray ha bal nooga sheekey taasna wax barashadeedii garoonka diyaaradaha marka aad sii socotay marka diyaaradda raacday سودان نلشنا أي أتكيد وحان سلا صعني صاحب كيجا قال جا وأنا إلا ونحبر شو محمد عصام لما حمود وأنا مستر كان سلا صديار إني كسكو بجلار كان كل يد لغة هكذا وضم حني أسيستنا أن وضع نغني هالمر قبر أيضا أنا وقيم بدني أيضا معرتي محمود باري وديل لي جري غير بون دير أها nin maal qabayna oo asagana gabar u dhalay ayaa nala socotay oo aad gabar u edabsan ahayd saddexdeena iyo nin saaxiibkeena ahaa asagana cabdirasaaq hiran isagana la yidhaahdo oo xagga yarad puntland ahaaba isagana waaqaana dhalinyarada si aan wada baxnay ka mid ahaa xagga waxaa nooga soo darsoomay abuukar sheekh cabdi oo azhar ka soo qalinjabiyey oo isagana marka qaahira ka yimid marka macad daraasaad macad luqada carabiga lagayna naatiqiin hadda jaamacadda isku bedelay jaamacadda waxa waaye waxa la jirtaas markas ay ahayd midan wadawaa iyo ay kasoo wada baxeen dhalinyaro fara badan hadda xataa dowladda qeyb ka kaadiriinta
dowladda ka wada buuxay ee ardayda Suudaan badi ka soo qalin jabisa jaamacadda Afriiqiya anaga waxaan ahay daraasad culiya oo markii ardayda qaarkood secondary ay ahaayeen oo meesha ay dhiganayeen anaga markaasi masteran diyaarinay maxaa dareentay marka aan soo noqono diyaaraddii bal ka waracdo weligaa diyaarada raacay markaas raacday markaan raacnay markaan ka deganay maxaa dareentay diyaaradda markaad koraysay yacni horta inta sanoon maqnaanay tirisaanba bilaabaybo anigoo laba sano oo takhasuskayga qaadanayo diyaaraddii markaad kortay adoo weligaa diyaarad korin wax xasuusan kugu reebta dabcan xusuustii igu horeysay waxay ahayd meesha aan ka tegaayo iyo meeshaan usii socda waan waaye aragnimo oo aan kusii qabin laakiin qalbiga aan kasii jecelahayo Suudaan markii la yiraahdo waad ogtahay adoo nin fanna ku jiray fanaaniintii imaan jirtay Soomaaliya ee Salaax ibnu Albaadiya iyo Cabdurayax iyo Khoojali iyo Balaabil iyo Wardi iyo alaabtaasaa maskaxdaada ku jirta maskaxdii horta raggii ma soo arkaysaan horta bahashaasi waxay xoogaa i gelisay yididiilo oo meel aan sii tiigsanayo oo aan niyad ku sii hayo dhinaca waxbarashada keliya maahane fankeedii dadkii iyagoo nool nool maxaa dhacay markaad tagtay markaan tegay maaxadkii oo ku yaala marka meel cusub markaa la dhisay oo jaamacaddii carabta markii xoogaa masar oo iyada ay ka baxday oo la go'doomiyey ayaa laga soo raray Qaahira meeshii adigaad kasoo baxday Azare adiga laftarka Yuusuf oo adigii guddigii ardaydo aasaasay adigoo Yuusuf oo timaalka leh Qaahira aan tagay oo leeri Yuusuf Xasan oo ninkaana u jeedi raggii aasaasay waa jaamacaddan guddi ugu horreeyay ee dhisay aan aad ugu farxay marba kamid ahaan jiray markaasaa meeshii markaan tagay dad baa laakiin ugu horreeyay oo macalimiinaha oo Cabdirasaaq Xuseen Xasan iyo nin ceel jaal dhijir Allah naxariisto iyo ustaadkayga hadda nool maxamuud waana la soo dhaweeyey warbixin aana la siiyey si sharaf leh markaasi ayaa naloo qaabilay arrintii marka waxay nagu dhiirigelisay waxbarashadeennii meeshan inay nolosha adkayd waaga nimayri baa haystay marka oo security-kiina waxuu very tight markaasna dadkana waxa waaye well disciplined ya aad u degan marka fanka xoogaa yar ayaamihii ugu horeyso shareecada islaamka ayay maartay qaateen thaaniyan haddana waxay ahayd meel aada loo xakameeyey balwado fara badan bay xoogaa dadka lagu xaban jiray dhul dhan oo Habiland la yiraahday qabeen wixii oo dhan marka ayadoo xoogaa fankiina aanan hadda lagama tegi karo Suudaan wax kastaa laga tagay laakiin fankii uu iska furan yahay oo nool yahay aad tagteen madaxweynaha khudbaynayo waxaad arkaysaa qaar dureersanayo wardiyaa soo galayo waxaad arkaysaa kuwii jiifay baa soo kacay war waxaan idinku waa sidee marka shino he madaxweynihii khudbaynayay se waay waa taqsid Numeiri Numeiri shino ya akhi ma ogash ma dan Numeiri yashab bukra yani qadan yamshi azulda ninkan waa soconaa ugu leeberi laakiin wardi hataa hadduu dhintu wax ugu leeyo yabqa fiina tuula alabad ma ninsaa ya marka niman fanki markaasa la yiri dalxa waa fanaan kaalehe aniga ninki agta iga dhaqaajin la rabo waa lagu yeeray maalin walba waxa la yiraahdaa dalxa ma tugani leena ma no hes esaa Suudaan dhan waxba yar ka xafidsana markaas aroosyadii waa la bilaabay iyo martiqaadyada si gaar ah Soomaalida anaga naloo xiisaynay Suudaan dhan aad bay noo jeclaayeen nin safiira ilbax ahaa Maxamed Cusmaan la oran jiray in safiir buu ka ahayo iyo nin kale oo kasii dambeeyo isagana geeriyooday Allah naxariistee oo cajalada dhan baaba guriga u yaallo marka la aado marka rixla niiliya qof weliba waa inuu heesa dhaqankiiba habeen waxaa la yiraha habeen weliba waa inay dowlad waa inay dhaqankeedii ayada ay samaysaa halkaasaad adiga marka haddana ka bilowday fankii heesihii Soomaali iyo Carabi habeen weliba gabdhahani Soomaalidan oo imaanayo doolshada maxaa u caasanaa marka carabiga ahood qaaday oo ilaa hadda aad xasuusatay estii oo dunida carabta barnaamijka hordhaca loogu sii deen jiraya abnaa alcarab waa taqaana oo xusuusta arduna naadat ilwaqa fastajabna laha nida ma aragtay marka yaa abnaa alcarabi jamca ismacuu lana alanba min alanba ma gartay
وأيضاً نفس كده رياض ما كده ما أكو قاضي أو نيجا أودي هذا جابوا بي ويل كيسا يري هذا إمشا كاتالينا يو سلطان كا بقى أمريكا بقر كا أيو أمريكا سوحو كا ها مير بو كا رياض أسيو كوير أو أمريكا سي هذا بينا بديريا أمريكا سان مهرجان بان مارتا أنا أوك يبغلني أنا جو نوطان معلمين تاني دكتور أحمد يوسف الله ونعم أحمد نور يوسف إيو أستاذ يوسف مارتا سجن أو رئيس سومالي قلبت أها عرب بليغ روايدي دمن واتي حسن مبارك أنا وسمينا أيضا المسرحية دي وكن سجل بوزيتي هو كان عدد وجه هذا الشيء مسرحية ده مسرحية ده وحاسو لأن أدين خبرة دي يرى إيه مسك أحد عنكو هاي أيان رئيس يود عنكو أفوفي واتي هذا إيه هرسيتي لينغويستيك بان هاين وحا أنا عن برنا إني ماشى كلي أنا إن لقي أقولاد إن أنا لتريتشر أدب المقارنة يمسرح يا يا سومالي تتني على دراسة أنك سمي واحد يرني كان ذوق هو ذوق أدبي فرح له قال ضرح لكن أنت كله لابد منها إن أي أي لغويات أم لسانيات وحيك بعرف ونقطة تخصص سؤال ضرح سامين تلاك أي لغة سومالي لغة عربي كل هذا حتى رياضة كده حي سومالي مركل أي حاجة أدب عربي أدب كوا حكده حي سومالي ده يعني ما كان عرفته حاجة بيأذى ولي بمركل الله في رير الجوراج بقول كي بقول بظن أي إسكريشة بهان بركة الإنسان ابن البيئة سيدا أي أيها أو ما أعرف عقلية ضد أو حيرنتها هي بيئة ده إيه يكونوليين أيها سوغان تودا مع ما هي هذا فكر كودا وح كستأو أديك أتك أم بقادي ست وحي دريمي سا نلول أدك من كرتيها إني أيها أي تهاي مد سامين كله لكن كودا أو يعني رياضة كل كل أنا قاعد سامي رن مدرك إيش هذا فرما كشي سامي نعم حد هذا أركت هذا دبل جاهلية كل قوة هذه أتسوق هذا عربت قبيا ده ودي وطن وربي واسكو ماشي بركني كقبيا إيه سامي قبيا ده الجورا حق هذا لقط تريه هو يالي ده يلو فرم نكو جندينا يا وفانا يا ولا هدانا سايرين هوا هدان سورين هدان إركي يروح كسكو دارين يا مركو بوت هي كبعد يا أيو سودان دي يا كون هذا واسيلا سو عرفتين وعرفتين واتو أسرع ورئيس أسرع وسمينا يو وحيا وفر بدن وعرفت هل غادر الشعراء ومن متردمين أما هل عرفت الدار بعد توهمي مركو لي من كي معلي جري عبد بن شدادي أنا من الحلا وطلع الثنايا وفي حجاج بن يوسف متى أضع العمامة تعرفوني ما كرتي إني أرى رؤوسا قد أينعد وحان أرقى يا ملاحية بإسلام حان قطفها حان قطفها إني إذا لصاحبها أولي يعني وحوا صومالي ذا مركا هل كاسي إسكشف بها يعني وحبضا بيدين عاسي أي أد ما أرتي إساق اللويهين مركا في رسلنا هذا بني آدم حق اللغة الكريعة مركا في رسل دتك وحي إرادة اللغة العربية اللغة مايا أنا قوانين اللغة مركا اللغة آدم اللغة دينا وكشيتك عربي أنا وسميتك لكن احتكاك وخط إحنا عاي فالقلقة وتأثر فالقلقة يسامين تسكو يا شير سامين لابا أريمود درت عربتو عن عالم العربي يا أسكو حرنين ودي من حيث وقناع سيقا حقيسة وإيمان جيرين ودت كان هذا بقول سنة كور خليج كده خلق أنا لقى قوذين جيري وهذا ما أنت أنا كانوا بالحفتين أيضا وأساس هدي أنت أسكو قوذين طلح وقتي ونروس على درتي وحاجري إنا سياسة دقا الشي هدي دوري تبنصر شان يتبنصر نكور الكور انت أسنى حيا بها ده اللو بكرين حق السياسة ده انت تكون جرتي محاكم ده سياسة ده وقتها قولي يقول ضرب ويلا يا رحي أساس حدنا أنك حلقة عن بلابي حل النبط إيو ما أرتين حريس ودن كأن أولين وجب هذا ودن كمركي أي قامي كوحيديو أي كالهيستان دلك أي إهد لكن أنت عن كعانك أوجري أرضي قديو إيو والله إسكا صور نقضيو يوسف قراد إيو عاش حاجة علم إيو رجي كوليجا إن جامعة ده لسكو سو قاري وحان إسكا إن مركي أنا كسياسة دل يرادو دل يرادي ما أرضي وحي وما أوبح كعانك صور مري إيو حزبي قاري قديو دي ها ما أرضي أرضا دل سمينا إيو ومبال إسكا هين لكن مركي سياسة دادم بأصوغ الشي
أيان كودا بالكور مركزي وحوى حد لك ولنت وحن لكل ماي واتي لوك على قيب سنة فكريا حمر إيو حتى قبل هذا ذلك أنا قبل شبلاه وسي ولا وين أفقوي يوم مقدسه أنت عن من ولا حي ونلاش يدعي عن هان يا نوحان لسي فالقلي سياسة دي إن عاس سامين تقول هاي ومعرفتي جرى عديد وكاه معرفتي أسن أديات كم من نقطة هاي أيان كم من أنا يسحب كيش جامع هذا وهاي جر ها إلا وحي أحقاد كشغينا يا أما كسعونا يا أباد أريق يعني من نقطة هذا أنا مركا كبرني هذا أسن أه ها ومريري ديغا كاشيكس وإلا يكس ما يسعوني ها أيا كبرتي رتي حزبي لكن وحوها سمو حزبي سما لو رجلي ولكن حزبي نبادات ونجا يو كولا دي كالا ايجا نسالو راجس ايجا لنعس هذه لابا قيبة بلا كالا قيبنا لنعس و اس 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 اي مدني على المادي وسجن مدحكاها لنعن مركب لابا كرب ورور ولي ولما قربوها يو اس سي لما قرب هي وحنا نقول شيخ جامع قدومية اديغونا اتاي نيكا سياسة كالا وضع كدبنا امبغاتي با امبغاتي با هي البرلمان كسوق الشيء البرلمان كسوق الني هي حكوا ويا بدنا حكوا ويا بدنا قتيل كالا قايم سمي قدومي كحيان برلمان كيا لوغو دورتي قربيا اديك شريف يا عبد الله يوسف الله يرحمه مركي لك على شبي ابسولوتلي مركي انا سي شرف يو رونتي رين رين دور الشدي نوغو دحدي قدوميا ونوغدي شريف حسن انا قدومي كحيان كيسي كواد عن نوغدي رب العلوس وعلى ترتمي الهي يقول سي انا ما هاد علينا اي رجي مالتا قرتي اني عود كوضي مضيقان أنا فاينال كسكسو هرني أنا جا إيو جنرال غاني الله يرحمه الله يرحمه رجع على ترتمين كل أهل رك العلوس قمر الله ونحريست أي كم ده هي مختار هذا أسرع قدومي كحيل لفتر كيس عرتك النقضي أسرع أنا إيه رك لو العلوس لكن الحمد لله أنت عن نيروبي عن قوة الجوجني بعلمان مدأ أي حال مر وحي أنت نروح ما تي مركي عيدا مدي عيدا مدي صف كهرة مركي عيدا كود أجنبي هذا البتان عند البني أنا جو حالي رها نسكو خلاف قالنا تري مرة بنا صف كهرة إن لك أنا عيدا أنا قالنا تري واربنا أو هوتيل كي لايك ريجنسي تقالكو كده عي كده عي وان ونجلس لجوجنا أبسلودلي هذا عي مركز وحد عاي إذا ماذا حتى لوجستيك هذا أي حتى ديدين وقالنا وحي تري أننا عيدا لآن ودنك وحا نوغا هرأيو وما أنت أننا آن اسكو هلين كارنو نغا ما هرأيان عيدا مو إن لكينو أفريكان يونيون إيادان وهيساني وحي كامد أهيد وحيابيه قو آمدي لغو غاري إمبغاثي هاي شيء بطاطا بعيدا ما أركي كرنو أيا نمان كيو قامكو حيديا دا أو أيا غال لنا وبطي وبركا قدومي بالمان كان أيا غا ألاينس كاسي وكم النغضي أيا وحي كو أتكايستين هذي أنا دكي مدحويني بلايس فترة مدحويني يو حزبي غي هاد أو إس أنا أو حسين عيديد ملح نوغا آه حق إس أر أر سي بأنا غا مركاسي أيا نانا ورانا أي مركا علي محمد جيدين برايم نيستر بوها رئيس الوزراء كحيجي نذا مركا مركا حايد كودي بنا انت اصلا ولا سعنا حايد كودي بنا الحسوستا حسوستا لك قوي ويسي حايد قوي ويدي مركي قدومي هنا كوات كيستي انا انا صورت قل الى نقوم ويدي كو انكيسي صوبتو انا وحي امو قاناي حمر هدان نمادو اسيقو حولا وين الحمر دايركت ان هوريكا ادم فروم نيروبي دايركت تو مقديشو وان هل عيدا نغورين حفيز دولة انا جرين مدحتو ايو خوات كذا ايو كل وحاصو دن يعني اس ان اي اون ايدا سيكو ميل غار غانتا ايدا او هيسي وماشي كري نو فرن وعلي جيد انتو تغلو سو قرحي اسبرتيبا انتو تغلو سو قرحي وتجابدي لكن قدومي ايو جروب كيسي وحي كواد كايستان رجي مركز الله ونحرس مرحومين هذا وقنيري اسمع عاتي ورجاسي سيرار إيو
أنا لنا عن مركز شيخ آدم مذوبة إيو شات الجدود إيو عبد الله يوسف إيو هاد كسوكو رقي مركز سياسة دينا تاغيرا إيو عبد الله شيخ إسماعيل إيو محمد دايرة إيو مكرت إيو أنا سكولي نعبان أهين سيكاس تبا أهاتي أنا مركز واحد قدومي أو خلافي واحد يهيد مدحويني أو هوري جبوت القصو على مساري وحو أهام مدان علي قاسم علي مهدي كوري علي مهدي محمد مركو مدحوين لو سو على مساري حمر بوكتي اي كتير يا واتان اوغي مخي كدحاي ايدو ميل لو كلا قادو اي ميل لو كلا يعني حمر لو كلا سونا انا جيره اي لو ميل حمر اي كلا قيبسنتي مركا ارينتاسا مسخيده كو جيرتي ايي حدانه مسخيده كو خيسي ايا حدانه جنرال عيديدو سلبلار من ليرا كو دواقي او شيخ جامعه وزير كشقد لا غدغي اني وزير كو خيغان arimaha gudaha ayaa mar inta laga dhigay hadan Allah u naxariiste ila cadi ninki maartay shabeel laban may ila cadi ismaanaata may ila cadi uuri ila cadi codka dheereed ee hon afriik laha ninki dheeraad Cali Iman ba markii dambe aniga u tanaasulay yiri oday wuxuu yiri aniga waxa la yiri agaasimaha guud ee boosa isgaarsiinta ee salbalaar okay مدحوين عبد الله يوسف واتو مركا اسغا او ييميد يو جيني بقري اي كهارين يو ركل اي ايغانا لسيدي سلبلار اي قيبي كان لكن مركي دم اسي او ها ما اون نقرنا مركي باي دبا اد ادين مركا كنيمد ها مركا انا وحيابا سفر نيروبي يو باي جوهر ها بالكوركاس ها مركا سفر كاسا مركا وحا واي ميد ان بي دعي وحي تاي ور ميل علمات كو شقين واي اي ديد كو شقين واي مدن عبد القاسم سلاط حسن او الا اي بلد دوغله الا اي حمر دتك ساس اسو هيستن لو صعبيناي اي او كو شقين واي او دولديس نمبر 4 عبد الله يوسف او ايدنك اد ودان كليس ايا اياد حمر كو شقين اي اني ايغما دا دحسنن يا ما غرتي حدانا عيدن دولديت انا نغ هورين حدي ميد كلا او حرومي دولدا اي الىلين ايان اي ايغنا لا غاري مركو واحد اي شقتي انا ديب كلا كولنتين سفر كي هو ديب كلا كولنتين واحد اهيد hadde jowhar markaan tagnay horta waxaan seexanaynaa iskool 22 aan ugu seexanaynaa iskool oo la yiraahdo Hanafi oo hay'adda Zamzam ee ka dhistay ee jowhar ku yaalay iyo jowhar ku yiri kan ay cada 1500 hal maray ku qaniinaysa waxa waa roobka barku do'o cayayaanka ee soo kacaya nin walba Ilaahay baa yaqaan nin gacan adag kuna uu ahaayo oo magaalada inkastoo nabadgelyo uu ka dhigay haddana dadka waxay ahaayeen dad dheer xukumeeyay markaas oo ayaga ay dareemayeen xogaa yacni xukun adag annagii iyo xaraj nolol iyo biyo iyo dhinac waliba oo ay naga haysay iyo annagoo ku kala qaybsan laba aragti qaar kaoodana xamar bay tageen iyagana wax uma socdo annagii ina jowhar baan joogna laakiin aniga waxaan ku adkaystay sheekadii kun iyo kitaab inaysan dhicin oo aan qofna intuu noogu yimaado dowladdii ba halkaan joogta annaga maadaama aan dhinacan soo marnay oo madaxweynihii meeshu soo jiro muddo joogteen maxamed dheeraad isku dhacdeen dhibaato ka dhacday haddana waxaad ku noqoteen baydhow waxay ku timid maxaa dhacay baydhow cali cabdalla saalax allahu naxariisto ayaa martigeliyey شريف حسن إيه عبد الله يوسف الله ونحرسته مدحويني إيه قدومي هذا أنا لو إيش يسي بعد ما دي أنا سديت بلوت كهر لديري أيها هذانا أنا أدني بقاس هذانا بعد ما دي هذانا قدومي هذانا ونوقع تجي هذا حسوس تامركي للعلة حادية عبد الله يوسف إيه شريف حسن أوه أنت اللي إيش يسي هذانا إيش هو ذي قبل لدي ومعرفه القصة ده سيكون عادي القصة ده راح يكون عادي عبد الله يوسف الله ونحرستنين وحو أها وحي علوشي سكوجر سيداية أيضو عادي النبط برنامج كي ونوغو السعودة أنا برنامج كي دادي وانا سوه شيسي وانا سوه شيسي انترناشنال كوميونيتي يبا فرية مركاسو خطبت يأساق وقاتي أيو ضدكي يبا ومارتي وسمعين أي إنو مدمد أما وسلام سي ودرع مركاسو حويري وانا من سلام يا طمان dadka kasoo qayb galay munaasabadan ee dib u heshiisinta ah ee sidoo kale waxaan salaamayaa Shariif Xasan Sheikh Aadan ee gudoorta kaal meeshu hadan war Shariifow adigu ma sharafti boosaasa tahay oo misatii gal kacay yiru markaas maxaa ka wadaa wiiray gudoomiyihii Shariif
شريف وحن سوقي شريف حسن شريف آذن يو شريف شيخ باتسو دي حقري سي ماشو ميانا نسكو وضع هين كل أشراف مثل هذي قم بأشرافة سيارسي كله أوكي جواب بوك ماشي ماشي هدر ديال كبلا ماشي يا أردي كخر مركا ساوا حار إلي أردتي مركا أني أنفيري دادكي اللي يضيها وحد سيدة فرحدي لوفا ديو لن هل مرسم بدشي وحان إلي ماشا عذر قلبي يالا نير هلا رالي هذا وحان إلي وحا سعودو إس أفقر الشواء إس فهم لآن دقم باتاقنا نيري قدومية هيغا إيو مدحوين هيغا labadooda waxay isku maan dhaafsan yihiin waa is fahmin la'aan dhaqan maxaa dhacay waxaan laba nin reer mudug ah iyo nin reer xamar ah israacay gooray jiilaal lagu jiro oo qoraxdu say kulusha adyaabaysay taxaraa tamcaan iyagoo la ah ayaa labadoodii waxay ka badin waayeen inay yiraahdaan war ilaahay aan barino waa intaasoo rabbi ma artay roob una siiyay waa dhiman rabnay meel kale oo aan wax biyo ah ugu jeedna ma lahayn waye waa arkii reer mudug waa iska inda adag yahay markii buu asaa labooda ducada u yiri waraana duceynaya amin da adiga war yaa xay anii man ku duceeyay waa xay may war joog baad iyo waraana duceynaya u kaad markaas ilaahu uu yiri dawad no jeeda roobkan adaa haya anagan haraad baan baqtinayna nasii hadda adaa haya biyaha nasii uu yiri nasii kii reer mudugii biyo inuu helo iska dhaafay qoraxdii baa fakaana qaama qoobsayn in la soo dejiyad mootawasii kululaatay ayagoo tabcaan nafti ay tahay ayaa kii reer xamar wuxuu yiri akhay annagana mar kale ilaahay aan iska barino anaa baryaa ilaahay adiga aamin ide oo anaa maanta dhan baryaay ma waxaan sheegin baad sheegaysaa marka ore adiga aamin ide billaahi caleyk markaasuu yiri bal sheego waxaad sheegaysaa aamin ninkaan si khushuuc ku jiro oo khuduuca markaasu yiri ilaahay adoomankaaga masaakiinta oo aan waxba aan maanta aan isku fali karina annahay ilaahay waa dhiman rabnaa ilaahay oo aan bistayna ilaahay na soo waraabi ilaahay oo roob na sii ilaahay oo ilaahay oo roobkii soo daay roobkii soo daay isla markii biyaha lagu booday waa la cabbi kan wariyahay oo yar waradi wax umbad maanto dhan yaa oo anay intaas aan hadlayo adiga Khalid maxaad samaysay wax wariyahay wax ma ku sheegay oo yiraa ilaahay markii adiga aad leedahay roobkan waxa wariyahay adima u dhiibti deeg ma ku leedahay wariyahay xoog ma ku leedahay ilaahay ilaahay afjil ana lagu tuugo afjil an adeega ilaahay ula gelaysaa marka sariir madaxweyne adigii shariifka xagga waxa la isku haysataa leeri luqadda jilci shariifka markaadaadi luqadaada jilci tireer mudug waayo wax adiga waxa hadlay maayo ko sidii waa luuxa jira aw shariifo markaan adiga war shariif meshii waa dadkii qosol iyo waa shariifki qosol waa dadkii shariifo raali aw shariifo aw shariifo aad iyo aad ayaad u mahadsantahay runtii arrin oo cajaa'ib lahayd wax badana la soo maray maxamed cumar dalxa runtii sida aan horeyba u xusnay ardada jaamacadaha ee xagga luuqadaha iyo dhaqanka runtii inuu muxaadarooyin badan ka siiyo oo ayaa loo baahan yahay maxaa yeelay waxyaaba badan u qoray oo aada macno u sameynaya ayaa buuggiisan ku jira weliba dadka afka carabiga yaqaan inaad af soomaali u bedeshana runtii maxamed cumar dalxa way fiicnaan lahayd si dad badan oo af soomaaliga akhriya ay uga faa'iidaystaan wax unbaan uga qol lahaa meesha haddaan yuusuf oo aan ka dhex galo annaga waa ujeeda annaga waxaana loo soo gudbinayay intaan wax baranaynay dhaqan dad kale uu leeyahay ayaa luqad international ah ama iyadoo english ku qoran ama iyadoo carabi ah ayaana loo soo gudbinayay tan marka ku talagalkay wuxuu ah annagana dhaqankeena inay ogaadaan soomaali dad ee aanan ahayn reer guura oo aanan waxba kale ogeyn oo mutakhalifiin caqliyan oo cilmiyan inaysan ahayno dad taariikh leh oo dhaqan leh oo cilbax ah oo soo jiri jiray inta ayaga roman iyo beershiya iyo ay soo jireen maartay ee inta sheekh isbiir uu soo jiray ee wax u tirinaya inuu masraxiyad soomaaliyeed drag tirinaya inaad tiraha rabtay anagu soomaali haddaan nahay waa nakar annagana way nakar ma kartay annagana dadkaas aan nahayna barta yaa ma kartay aad iyo aad ayaa maxamed cumar dalxa xildhibaan fanaan siyaasi aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay barnaamijkii garnaqsi ee toddobaadkanina intaas ay noo joogo wassalaamu calaykum waraxmatullah aadbaan ku salaamayaysa